طيب انا في فايل كونسبشوال ماس وعاوز ابدا اكون ايه اورجانيك فورم شكل عضوي، والشكل العضوي ده هيبقى برضو ايه بارامتريك، فامي بارامتريك يعني اتحكم فيها اكبر اصغر حاجات زي كده ماشي. محتاج فيها ايه؟ اول حاجه خالص محتاج ليفلات، فهروح معامل ايه اتنين ليفلز جديد كده، هقول له مثلا امسك الليفل ده عشان يجيب لي المسافه، هقول له خلي لي ده 5 وتعالى خلي لي ده كام 5. ايه معلش انا كده كنت ماسك نفس الخط، لازم اسيب واروح امسك ده، فاهمين دي؟ خلاص عملت حاجه زي كده. طبعا مش باينين هنا، كنت اروح اقول له فيو، اتفضلي اروح اقول له فيو واقول له ايه فلور بلان واشغل الاثنين دول. صعب ده؟ تعال بقى عنده اقول له كرييت سيميلر واعمل منه ايه على بعد مثلا 6 متر، خد اوفست على بعد 6 متر منه واقول له ده عند ليفل واحد. صعب اللي انا عملته؟ خد مثلا اوفست ايه 6 متر كده واوفست 6 متر كده، حلو. واقول له خد اوفست 12 متر، خد 12 متر ازاي كده؟ ايه ده ايه ده 12 متر كده و12 متر كده، صح؟ بقى عندي شويه ايه ابعاد محتاج احطهم. خلاص الموضوع ده احنا حافظينه صح. وتعالى هنا اعمل حاجه زي كده، واقفل دي واعمل ايه دايمنشن من هنا، تعالى امسك ده واقول له هيبقى 5 ده انستنس. عارف ليه؟ لان انا محتاج مثلا اكون من نفس ال... انا هعمل حاجه اسمها جازيبو، لو عارفين عارفين ايه الجازيبو. الجازيبو ده زي حاجه بتركب في الموقع العام زي المظله كده، انت بتبقى ماشي وشايف الشرايح دي فوقيك تمام، فهي زيها بتعمل خشب الومنيوم حديد حاجات زي كده. فانا اقول له خليها لي ايه انستنس عشان اقدر اعمل منها نسخ ثانيه، اقول له خلي لي ده ايه الويتس بتاعك، اقول له اوكي على الانستنس تمام. بنعمل ايه بعد ما نظبط الحاجات دي؟ خلاص حافظين، اعتقد زهقتوا مني في الموضوع ده. بنعمل فليكس للموديل بتاعنا تمام. فبنعمل ايه دلوقتي؟ عملنا فليكس الموديل، كبرناه وصغرناه، خلاص كله ظبط، كله بيتحرك معاك، يبقى تمام كده. اقدر اقول له بقى هات لي الموديل ها، وهات لي نقطه البوينت وحطها لي فين؟ عند هفترض مثلا عند البيك او عند ليفل واحد او عند مش عارف ايه. المهم ان انا محتاج ارمي هنا ايه شويه نقط صح. تعالى هنا كده وارمي نقطه هنا عند التقاطع ده، وارمي نقطه فين؟ عند كل واحده من دول. ماشي. واقول له على طول ايه فليكس الموديل بتاعي، اقول لي الكلام ده، هل انا نسيت حاجه مثلا، هل حصل حاجه غلط مني في 14؟ اقول له اوكي. كبر ما اتحركوش، يبقى انا غلط صح ولا لا؟ تعالى هقول له هبك، لا معلش برضو نفس الغلط تاني اللي هو ايه الدرو ان فيس، كنت عاملها ايه الورك بلين صح. محتاج اقول له درو ان فيس واروح رامي، اختار هنا اول حاجه ايه ثانيه واحده ثانيه واحده لا تمام. يبقى احنا هنكمل بنفس الطريقه برضو، بس اتاكد ان انا بعمل ايه شغال على الورك بلين بس شايف السنتر. يمكن انا عارف لما في منهم ما ظبطتش على السنتر بالظبط، لازم اجيب فين في التقاطع بتاع الشكل. عشان كده دايما بنقول نعمل فليكس كل شويه نتاكد ان الموديل بتاعنا مظبوط. تعالى هنا اقول له خلي لي الكلام ده كام مثلا 15 في 7، اقول له اوكي. قال له وايه وزادوا معاه، يبقى انا شغال صح. خلاص تعالى بقى اعمل ايه في النقط دي، تعالى هات النقطه دي مثلا وارفعها لحد ما يربط بايه بالليفل الاولاني بالتاني ده، معلش مش الاولاني اهو صح. وتعالى مثلا يرفع دي اهو، اقول لك ارفع دي فوق خالص، وتعالى هات ده عادي. انت بتكون الشكل العضوي بتاعك ده كانك بترسم النقط دي اللي هتعمل لك ايه المستوى، وتعالى اعمل ده كده صح ولا لا؟ حلو. وتعالى اقول له هات لي ريفرنس وهات لي سبلاين. طب انا هتقول لي هختار ريفرنس وسبلاين ليه دلوقتي؟ ليه؟
عشان اقدر اعدل في النقاط بعد كده. هقول لك على حاجه، هات الموديل واعمل سبلاين بيه ماشي، وتعالى هنا واشغل دي واقول له معلش هات الريفرنس. بص الفرق ما بين الاثنين، هات الموديل وهات السبلاين. عندي هنا اول حاجه، عندي هنا ايه 3 دي سناب، لا صح. طب هات ده، ما عنديش هنا 3 دي سناب. ليه؟ لان ده اوتوماتيك بيعرف يلقط الايه النقاط. تمام، يعني انا ممكن اجيب مثلا الموديل واجيب الريفرنس السبلاين، انا اسف، واروح اقول له هات لي ده كده وهات لي ده وهات لي النقطه دي. صعب اللي انا عملته ده؟ ها، ومثلا هبدا اكون الشكل بتاعي. عارف لما اكون الشكل واخلصه خالص هيبقى عندي مشكله، بس تعال نخلص عشان نعرف المشكله دي سببها ايه. هقول له برضو هات لي من النقطه دي للنقطه دي للنقطه دي، ماشي. صعب كده؟ تعال بقى امسك الثلاثه دول مع بعض واقول له كرييت ايه سوليد فورم، هيعمل لك شكل زي كده. طب تعال امسك ده، عاوز اعدل في النقط دي، مالها مش موجوده صح؟ يبقى انت محتاج تمسك الجماعه دول وتقول له از ريفرنس لاين بقى، حاجة زي كده، عشان لما تعمله وتقول له سوليد فورم النقط دي لسه ايه موجودة، اقدر اعمل ايه في الشكل؟ اعدله زي ما انا عاوز صح؟ حتى النقط اللي على الجنب دي اقدر امسك الشكل ده واحرف فيه منين؟ من هنا كده. واضحة دي كده؟ اقدر بقى اضيف بروفايل، اضيف ايدج، اضيف اللي انت عاوزه، لان انت خلاص عرفت الليلة فيها ايه. انا اقول لك بقى هتعمل كام حاجة جايين، هتمسك السطح بتاعك وتقسمه ماشي؟ هقسمه بالطريقة دي، بس العدد ده كبير، أنا عاوزه مثلا خليه حاجة زي إيه 7 في 7 ماشي. أنا ليه مهتم قوي بالعدد؟ أنا محتاج أعمل حاجة اسمها الأدابتف كومبوننت، والأدابتف كومبوننت دي حاجة بتركب على عدد معين من النقاط. يعني هي مثلا أنا هرسم دلوقتي خط، والخط ده بيتكون من 8 نقاط، وهاجي أمسكه عند كل نقطة من دول، فهمتوا قصدي؟ هتفهم أكتر. أنا عاوز أعمل حاجة زي إيه ستيل ستراكشر كده، ها، ربط الشكل ده كله ماسكاه ببعضه. مش عاوز استخدم الطريقه الثانيه، مش عاوز استخدم الماس واقعد اعمل باترن والكلام ده، انا عاوز استخدم طريقه جديده. فقسمت دول على ايه؟ على 8 على 7 خطوط، يعني 8 نقاط صح. وهاجي من هنا ادوس عند السهم الصغير اللي تحت السيرفس ده، الحاجات اللي احنا عرفناها قبل كده، وهدوس على حاجه اسمها النودز. النودز دي اللي هو العقد، شايفين العقد دي فتحت معايا، لو عديتهم، لو عديت العقد من اول هنا لهنا هتلاقيهم كام؟ 8 ماشي. عرفت ان انا محتاج اعمل فاميلي عباره ادابتيف وبتتكون من 8 نقط، فهروح هنا اقول له ايه نيو فاميلي، واختار حاجه اسمها الايه الجينيريك ادابتيف كومبوننت. صعب؟ اقول له هاتها لي، واعمل ايه فيها؟ هقول له هات لي اول حاجه ايه نقطه، واحط لي النقطه دي فين عند الريفرنس ليفل، وابدا احط كام نقطه. مش هيفرق المسافات ما بينهم، بس حاول على قد ما تقدر ايه تظبطها. كام كده؟ 1 2 3 4 5 6 صح، 7 8 صح كده. امسك النقاط دي كلها وشفت عشان تطلع من الاثنين دول، سيب الاثنين دول انت مش عاوزهم في حاجه. صعب كده؟ قال لك ان انت ماسك 8 نقاط، هتدوس على حاجه هنا اسمها ايه بقى ميك ادابتيف، يعني اقدر دلوقتي اعمل اي حاجه على النقاط دي واروح امسكها على اي 8 نقاط في الدنيا. حاجه زي كده استخدمناها قبل كده في الدينامو لما كنا شغالين حته دينامو كده صح، عملنا حاجه بالنقطتين وراحت ركبت على ايه. طيب اقدر بقى اقول له امسك النقاط دي كلها، فاكرين الامر اللي خدناه في الاول خالص كان اسمه ايه؟ سبلاين ثرو بوينت. هقول له عدي لي خط في النقط، فعدى لي خط. مش محتاج اعمل دلوقتي ايه نقطه هنا كده، واقول له ست عشان اعمل ايه القطر المعدن بتاعي صح؟ صح ولا لا؟ واقول له امسك ده وامسك ده واعمل ايه الفور. بقى عندي خط عباره عن ايه سلك معدن كده متكون من 8 نقط. الميزه بقى لما ادخله في المشروع بتاعي واجيب ال3 دي كده وانزل هنا عند الفاميلي وانزل ايه الجينيريك موديل فاميلي رقم 7 وانزلها، هقدر اعمل حاجه حلوه قوي. هقول له هات النقطه دي والنقطه دي، وركز وانت بتاخد النقاط، ها، وكمان النقطه دي، في نقطه هنا اهي، لحد ايه ما تخلص الشكل بتاعك. انا واقف عند اي نقطه؟ يبقى احنا غلطانين بقى. في واحدة اكيد اخترتها مرتين صح؟ طب هريحك، هقول لك على حاجة حلوة قوي. عارف انا هعمل ايه؟ هرجع في الفاميلي، عارف هي تقيلة، فهروح مدلت منها لسويب، هدلت منها لسويب اهو، مش للدرجة دي يعني.
تلت منها السويب، بسيب لي الخط ماشي، واروح محملها في المشروع واقول له اوفر رايد، انا ما غيرتش حاجه في البارامتر مش مشكله، وهات لي الفاميلي ايه هستخدمها. الفكره ان هي دلوقتي بقت ايه اخف، اقدر ايه ارص النقط بتاعتي. صعب اللي انا بعمله ده؟ خلاص خلصت. واقول له ايه هنا نفس الفكره برضو صح؟ صعب كده؟ خلصتها. تعالى هنا اقول له ايه كنترول وزد، ها وحملها في المشروع تاني، شايف كنترول وزد بس، اقول له اوفر رايت. ايه اللي حصل؟ هل افضل امشي على الباقي كله؟ لا، انت امسك اي واحده فيهم هيظهر لك امر جديد هنا اسمه ريبيت، دوس عليه. الريبيت ده هيعمل ايه؟ هيكررها لك كده. امسك دي وقول له ايه ريبيت، هيروح ماشي بيها ازاي الناحيه دي. يبقى انت كده عملت ستيل ستراكشر ولا للشكل بتاعك. ها الميزه بقى الكبيره، ها الميزه الكبيره، الميزه الكبيره في ايه بقى؟ لو انا جيت قلت له هنا هات لي الفاميلي طيب، وغيرت المقاس بتاعه وخليته 30 في كام، في 15 مثلا، وقلت له اوكي، ايه اللي هيحصل في الشكل كله على بعضه بكل النقاط اللي فيه؟ هيتظبط زي ما انا عاوز اهو صح، وهيفضل سليم. طب تعالى حمله لي في مشروع. الحمد لله ما فتحش المره دي وجاب العلامه بتاعته، بس هو واقف تحت. تعالى اقدر اعمل ايه مشروع زي ده؟ واقول له من هنا لا احنا خلاص مش عاوزين دي في حاجه. اقدر اقول له حمل لي دي فين؟ في بروجكت 4. موريكو حاجه حلوه قوي بقى ممكن نستخدمها اهو، شفته جاب الزرار بتاعه. انا دي اوتوماتيك جايلي بليس اون ورك بلين او بليس اون فيس، مش هيفرق اللي انت عاوزه. انا هنزلها هنا اهي، بيقول لك ماس كونتين فاضيه، يعني ما تجيش دعوه بيها عادي، ده ايرور بيقول لك ان الماس فاضيه، بس انا اكيد هي فاضيه، انا مش عاوز غير الحاجات دي، مش عاوز الشكل نفسه صح. ممكن اعمل ايه بقى؟ ممكن مبدئيا اكبرها واصغرها صح، دي معروفه، بس ممكن اعمل حاجه حلوه قوي. ممكن اقول له هات لي هنا اول حاجه اخش جوه الماس دي، او اقول لك على حاجه، لا ارجع تاني في المشروع، هقول له هات لي الماس الماسنج اند سايت، وهات لي الوول باي ايه باي فيس، واعمل لي حيطه هنا. صعب اللي انا عملته ده؟ عملت حيطه ها، وامسك الحيطه دي اديها ايه، ما عندناش غيره تقريبا ماتيريال ازاز، بس قلل لي في سمكها شويه، خليها مثلا 100. عملت ايه بقى بالشكل بتاعي ده؟ ها عملت حاجه زي كده. تعالى بقى شوف الميزه اللي احنا كل اللي احنا تعبنا فيه ده ما عملنا ليه. ممكن اجي اقول له دخل لي 22 في كام، معلش انا شغال بالالاف، خليهولي، امسك الشكل واقول له خليهولي 22 في كام، خلاص بقى في 11. ايه اللي حصل في الشكل؟ غيرته صح، بس ده ما اتغيرش، الموضوع سهل خالص. امسكه وقول له ابديت تو فيس، هيروح ايه واخد الشكل الجديد صح. تمام، يبقى انت تقدر تغير في الماس، تكبرها تصغرها تعمل فيها اللي انت عاوزه، ويديك حاجه ايه حاجه زي كده اهي، حاجه زي كده. اكيد لو انا كنت عاملها ايه اكبر من كده شويه، ممكن يديك ايه يعني حاجه في مشروعك مثلا صح. تمام، في اي مشكله؟ عرفنا ازاي نستخدم الماس في الاورجانيك فورم بس، وازاي نستخدم الادابتيف كومبوننت معاها بدل الباترن. ها تمام.